هذا يسأل بالنسبة لزكاة الفطر، يقول أنا هنا في مكة منذ أول رمضان إلى غاية ما بعد الفطر، تركت زوجتي وولدي في الجزائر، كيف أخرج زكاة الفطر؟ الأمر سهل في هذا، إن شئت تخرج زكاتك وزكاة أولادك وزوجك هنا، تخرج الفطرة عن نفسك وعن زوجك وأولادك هنا، تدفعها للفقراء هنا، وإن شئت توكلهم في الجزائر يخرجون الفطرة عنك وعنهم في بلدهم، لا مانع من ذلك، كله جائز والحمد لله.